بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناة الشمولية. كما وعدناكم سابقا أننا سوف نقدم لكم ليلين، مختلف ليلين ديال راي لوبيز، كل وحدة على حدة، في فيديو خاص بكل لين، خاص لها فيديو خاص بها، أو مقابلة ملعوبة مع أبطال عالميين سابقين لشرح مستجدات ديال المقابلة. لذلك كما أذكر بأن راي لوبيز اللي تتلعب على أوكات E5، كافاليي F3، كافاليي C6، بيشوب B5، A6 بالنسبة للنوار. في هذه الحالة هذه قلنا لي بلون تيخد لا شونج، هذا تاخذ بالبيدق ثم تقوم بهذا التيرو. اتمنى ان يكون هذا لين هذا يعجبكم، ونشوفوا لين اخرى فيما بعد، لانه هذا لين هذا تتلعب بزاف بوبولير بالنسبه لعدد كبير من اللاعبين تيلعبوا هذا لين هذا. اذا نتمنى انه يغركم ويعجبكم هذا لين هذا، بالضغط على زر الاشتراك وسبسكرايب حتى يصلكم الجديد. مني بن عدي رضوان الشمولية، شكرا، إلى اللقاء. ديال راي لوبيز كما قلنا انه O4 E5 كافالي F6 كافالي C6 عفوا كافالي C6 بيشوب B5 A6. في هذه الحالة كما قلنا C6 A6 فوق بلان، كذلك تأخذ بهذه العملية بهذه الطريقة. بهذه الطريقة لأنه إذا ما أخذ هذا البيدق فإنه هذا تيكون خطأ بالنسبة للحصان. لماذا؟ لأنه لادام تجي على هذا الشكل هذا وتتخذ إما الحصان أو البيدق بشاه، في حالة لا دار روك يعني تمشي الحصان بهذه الطريقة، أما تمشي بشيك وتتبادل معاه في هذه المسألة، تدير تيروك تيروكاج، يعني هذا هو الخطأ ديال الحصان لا في حالة ما إذا ما أخذ بهذه الطريقة. إذن المسألة مستبعدة أنه استبعد الأبيض أنه يأخذ هذا البيدق، فقام بالروك، وهذا ما لاحظناه حفاظا على بيدق ديال السونتر حتى لا يمشي هباء هكذا في البداية. أنا حفاظا على البيدق هذا هو الذي جعل الروك يلعب الروك عوض الأخذ هذا البيدق. هنا قلنا سابقا أنه الفوق هناك عمل الطرق ممكن ليلين اللي يمكن يلعب لها، قلنا بأنه ممكن يلعب بلا ضامنة أو لا يلعب بلا ضامن بهذه الطريقة، أو الفو بهذه الطريقة، أو الحصان بهذه الطريقة. فهنا زميلنا اختار أنه يلعب بهذه الطريقة، يعني فو جي جي كات. أشتروا دائما أنه كما قلنا راي لوبيز المعكوسة، يعني كما قلنا سابقا أنه هناك راي لوبيز معكوسة، ف خوفا من هذه العملية لاحظوا أنه قام بالضغط على هذا الفيل حتى إما الأخذ أو العودة من جديد إلى الخلف، أو الذهاب بهذه الطريقة ثم الضغط على هذا البيدق. إذن هنا الأبيض رأى أن هذا الحصان هذا الفيل سوف يعرق اللظام، عمل ديال اللظام، لأنه غادي يكلوي مكلوي اللظام مكلوية بهذا الحصان هذا،
يعني يجب إخلاء سبيل هذا الفيل. إذا هنا كما لاحظنا اف قلنا اشكات اف 3 هنا يأخذ بهذه الطريقة، ثم في ممكن قلنا انه ممكن يلعب بهذه الطريقة ثم الى اخره. اذا هنا اختار الابيض الاسود، اختار انه يأخذ هذه القطعة عوض المغامرة بهذه النقطة. إذن دام اف 3 اخذ بلا دام، دام دي 6. إذن كما رأينا انه لدينا ذهب في نفس دي 3 اف 6، نحيد مرة اخرى اف 6 كفالي دي 2 جرون روك. في لالين شفنا هاد لالين اللي قلنا من قبل انه الفو ممكن يخرج هنايا تمهيدا لروك، الان لاحظنا انه قام ب جرون روك من قبل انه حصان عندما يخرج بها الطريقة او خروج بها الطريقة سوف يواجه بهذه الطريقة. فالان لاحظوا انه خروج الحصان، عندما قام خروج الحصان فزميلنا قام ب جرون روك لم يعطي اهتماما للحصان بالذهاب في هذه المنطقة بالدفاع عنه بهذا الشكل قبل الروك، عندما سمح انه عندما لعب الحصان بهذه الطريقة كان المفروض انه يلعب بالبيدق بهذه الطريقة حتى يمنع الحصان بهذا الشكل، لكن صديقنا لعب بالروك وترك الحصان للعب بهذه الطريقة. إذا استغلال الحصان المكانة التي يريد. هناك دام او 6 إبعاد الخطر، ثم دام جي 3، دام جي 3 هي الأخرى، الهدف منها هو الضغط على هذا الفيل حتى لا عدم الخروج الفيل، لأنه يضغط على هذا البيدق حتى لا يقوم بخروج الديفلوبمون ديال الفيل، ثم العودة بهذه الطريقة ربما تكون أكثر من جهة. من جهة ثانية يفتح المجال للبيدق للضغط على هذا البيدق، كما قلنا سابقا انه ممكن ياخذ بهذه الطريقة ثم ياخذ على هذا الشكل عفوا. اذا ما لعب بهذه الطريقة على سبيل المثال لعب على هذا الشكل مثلا فيل او البيدق لا يمكن، لانه هناك ضغط على هذا. اما اذا اخذ بهذه الطريقة فانه يقوم بأخذ على هذا الشكل ويقوم بالضغط على هذا البيدق بهذه الطريقة. إذن لاحظنا الهدف من ديبلاسمون ديال لادام على هذا الشكل، هو الهدف منه هو خروج هذا البيدق روا دام جي 3 جي 5. بالفعل جي 5 هي الأخرى، فكر على أن الخصم أراد اللعب بهذه الطريقة، فلذلك جاءت جي 5 هنا لمنع هذا البيدق التقدم بهذه الطريقة. إذن هنا زميلنا سوف يغير استراتيجيته لربما للذهاب بهذه الطريقة عندما أصبح هذا الحصان غير مهدد بأي قطعة، خصوصا فقط من طريق الحصان، لكن في هذه الحالة سوف يكون على هذا الشكل إذا ما أخذ
فإنه سوف يأخذ ثم هروب النظام مرة أخرى على هذا الشكل، ثم يقوم بعده ويكون هناك حصار بالنسبة لهذا البيضة، سوف يكون مهددا بهذا الفيل، في حينما الأبيض سوف يكون مرتاح شيئا ما. إذا وجود هذا البيدق هنا منع هذا البيدق بالتقدم. إذا أكت زميلنا أنه قام بتركيز على هذا الجانب، الآن رأى أنه يجب قلب الموازين في هذه الناحية للتحرك بهذه القطعة، كما قلنا سابقا ممكن لا تلعب على هذا الشكل ثم تأتي مثلا هنا أو هنا، في ربما يقوم بسكري بهذا الشكل هذا، أو أخذ مثلا بالبيضة على الشكل هذا ثم خروج ثم دخول هذه نتور على هذا الشكل، ثم يقوم بالضغط على هذا البيضاق ثم هذا البيضاق بالحصان والتور بمساعدة الفيل مثلا على هذا الشكل. إذن هنا كما قلت أنه المقابلة سوف تقلب مرة أخرى لصالح الأبيض، بهذه الحالة سوف يكون الضغط موجه في هذا الشكل. إذن أكات بسيس، أكات بسيس نقلة جميلة جدا، عفوا هذا الفيل هنا. الهدف منها هو عدم الهدف هو التقدم بالروع على هذا الشكل من جهة، من جهة ثانية حتى لا يمكن للبيدق اللعب بهذه الطريقة، ربما يقوم بالضغط على الحصان ثم العودة بالحصان إلى هذه النقطة. إذا هنا وجود هذا البيدق هنا، أما بالنسبة للعب بهذه الطريقة فهي غير جيدة، فربما يأخذ بهذه الطريقة، ربما يأتي الحصان هنا ثم يعود إلى هذه النقطة، أو يترك إذن هنا لا يمكن، فنقلة جميلة جدا هذه النقلة بيسيس. الهدف منها هو خروج هذا الحصان بهذه الطريقة، ثم يقوم بفتح المجال للعب بالحصان على هذا الشكل. إذن هذا هو الهدف من خروج هذا البيدق، بعدها يقوم بهذه النقلة، أو يقوم بهذه النقلة أولا ثم يقوم بهذه النقلة ثم تتبعه هذه النقلة ثم هنا للضغط مرة أخرى بالحصان على هذا الشكل. إذا الهدف من وجود هذه النقلة هنا نقولوا احنا يتهيئ المجال للعب بالنسبة للحصان، إما يلعب بطريقة ثم يقوم بها الطريقة، يقوم وهكذا يلعب الحصان ويهيئ الحصان للعب، لأنه هنا لازال محاصرا، فلذلك يجب إعطائه مجالا للعب. الضغط على هذا البيدق ربما يهيئ ساكريفيس مثلا بالفيل أو بالحصان، فلذلك ربما يقوم بلعب بهذه الطريقة، أو يقوم بلعب الحصان.
كمال اسات عفوا اف 3 كافالي اسات اف 3 تمهيدا لقدوم لا دام بهذه الطريقه. هذا هو تبادل المواقع، يعني خروج هذا البيدق لدخول لا دام على هذا الشكل للضغط على هذا البيدق، لانه كان بالامكان عليه في هذه الطريقه في هذه الحاله كافالي جي 6. لماذا؟ ربما جي 6 دام اي اه دام اي اه دام سي 3 يعني في هذه الفو بي بي 4 يعني الضغط على الفيل فيل جاء لي ضغط على لادام بهذه الطريقة. إذا دام بي 3 دام او 7 لأن الهدف منه هو هذا الشكل هذا. أعتقد أنه بعدما يقوم بالضغط بهذه الطريقة سوف يأخذ، لكن هنا سيكون مهددا. إذن دام على هذا الشكل دام أسات جي 3 جي 3 الضغط على الحصان عند مجيء الحصان في هذه الناحية ذو الهدف من وجود جي 3 بهذه الطريقة اش 5. يعني هناك وجه دوي اش 4 اش 4 جي 4 هو لا لين لي غادي تور اش 8 اروا اش دوي. لماذا اش دوي؟ لان في حال فاذا ما جا بهذه الطريقة فإنه يقوم بأخذ وعدم ترك الشيك بالنسبة للحصان على هذا الشكل. إذن هو الهدف من ديفياسيون ديال إزالته من تحت ضغط الشيك ديال الحصان حصان اف 8 طبعا اف 8 سي 3. هنا لاحظنا لماذا أبعد الملك بهذه الطريقة سي 3 فوز سي سي 5 لاحظوا نمس لين تور ا دي ان مجيء لا تورنا كما قلنا سابقا انه في حاله ما اذا ما اخذ انه سيأخذ بالحصان ثم يقوم بشيك هنا ثم يأخذ البيدق. هذا هو الاستراتيجيه ديال الاسود، لذلك لا تور جاءت هنا لحمايه هذا البيدق. ثم عندما ازيل الملك فاصبح الحصان عديم من الجدوى، ولهذا السبب عيد إلى الخلف. إذن هذا هو
المشكل. إذا هذا هو المشكل عندنا هنا بهذه الطريقة. إذا لاحظنا فوسي تور A D1 كفالي E6 لحماية البيدق، ثم لحماية هذا البيدق عدم التحرك، ثم العودة مرة أخرى إلى هذه الخانة. عندما كان هنا كان يقوم بتغطية على هذه الخانة، ثم عاد وجاء مرة أخرى لتغطية هذه الخانة، ثم هذه الخانة، ثم هذه الخانة، ثم هذا البيدق هنا في سنتر المقابلة. لذلك جاء على هذا الشكل، ثم ربما للأخذ، ثم الأخذ هنا، ثم مجيء الحصان على هذا الشكل للضغط على هذا البيدق، ثم الملك، ثم هذا البيدق. يعني هنا لاحظوا الحصان كيف قام بهذه النقلات الجميلة جدا حتى وصوله إلى هذه الخانة. إذا لاحظنا تنقل الحصان من بداية من هنا إلى هنا، ثم هنا، ثم عاد إلى هنا، ثم جاء مرة أخرى إلى هذه الخانة. وجود هذا التور هنا هو عدم إزاحة التور على بعضهما، لأنه في حالة لو بقى هنا جاء عاد الحصان هنا ثم هنا. يعني إذا هذا التور هذه هي لعب التور هنا، كان الهدف منه هو وجود هذا الحصان بهذه الطريقة. من جهة ثانية ولمساعدة على الضغط دائما على هذا البيدق، لأن هذا البيدق سيشكل نقطة خطورة جدا بالنسبة للأبيض بعدما قام بهذه الطريقة. يعني خطأ ربما يكون سيتروا خطأ، سوف نرى هل هو خطأ أم صح. لذلك هنا كنا الحصان كافالي E6، كافالي E6 دام سيلوي، هذه فو E3 نأخذ فيل، ثم يأخذ بي الحصان طبعا E3، الحصان E3 مرة أخرى. الحصان لديه هذه النقلة أو ربما يلعب بهذا الشكل لحماية البيدق، البيدق في خطر بعدما يأتي الحصان بهذا الشكل ثم نظام. يعني سوف نرى. دام سي 5 للضغط على الحصان. إذن دام للضغط على الحصان كافالي اف 5، كافالي اف 5 لأنه ملغم على اللعب بهذه الطريقة. لاحظنا الأبيض إذن كافالي أو فايف تور ديزات، تور ديزات تمهيدا للعمل هذا الشكل هذا. لذلك سوف يقوم الآخر بهذه الطريقة. إذا ما
إذا تور دي لوي، تور دي لوي، تور أو ويت، تور اف دي ان، لاحظوا كيف كافالي اف 4، لاحظوا الحصينة دي 4، لماذا قام بهذه الطريقة؟ تبادل ممكن في تبادل بالنسبة لي إذا ديكات دام سيكات دام سي 4 دي 5 هنا دي 5 يعني تمهيدا لهذه النقلة ربما لماذا لأن الحصان شيك هنا إذن الفوركيت يلي تجد متاعب لي إذا لازم الملك أنه يلعب في هذه الحالة يضرب شاك إذا هذه النقلة هذه خطيرة جدا لا لا نقلة جميلة جدا كما قلت لكم أنه راي لوبيز في بعض النقلات دي توجد مريحة جدا خصوصا أنه في حالة ما دفعه بهذه الطريقة لا يمكن يشيك يعني إذا لاحظوا كيف هذا البيدق هذا مشى بهذه الطريقة إذا دي 5 سي بروم دي 5 يعني هنا السي تضرب وهذه يعني ممكن تكون غير مريحة لماذا لأنه كاين الشك هنا إذا أو برون هذه روا بويت لاحظ على أنه هناك مشكل بالنسبة للأبيض هنا تور دي فايف ماشي بصالحه في حالة ما بقي هنا ليس في صالحه لأنه كاين هناك شك أو حتى الحصان أو يأخذ ثم يقوم بإشيك ثم يأخذ بهذه الطريقة أو يأخذ إذا هنا في حالة ما إذا أخذ فإنه سيقوم بهذه الطريقة إذن هذا كما قلنا لا يمكن أخذ إذن الأبيض قلنا رواب بي ويت لادام يعني هنا لادام جات بهذه الطريقة هذه للدفاع عن هذا البيضاق ثم للتبادل لعمل إذا دام أو كات دام
لم أكت لماذا لم أكت لماذا نقوم بشيء ما لماذا لم أكت لم يلعب ب على هذا الشكل مثلا إذا لعب على هذا الشكل فإنه سيقوم دائما بالبيدق الحماية ثم يقوم لدى مسابقة مهمشة في هذا المجال لذلك أما إذا لعب بهذه الطريقة فهي نفس الإشكال نفس الشكل يعني ربما لم يتغير أي شيء إذا هنا قام بهذه الطريقة ثم تبادل على هذا الشكل تبادل إذا فوق بون كاروا بي روا بي سات تور اف دو يريد التخلص من هذا البيدق لماذا لانه لديه ربما يريد ازعاجه للهروب ثم الضغط على هذا البيدق لانه نقله ممكن إذن تور اف دو وي سي 6 سي 6 سي 4 سي 6 سي 4 سي 5 هنا منح بيدقا متقدما للخصم النقلة هذه كفاري اتروا لاحظوا استراتيجية ديال الحصان ربما سوف تنقل إلى هذا المجال ربما تقدم بهذا الشكل أو كافالي او 3 تور او 8 تور او 8 تور او 8 تور ا 1 تور اف 8 تور ا 3 تمهيدا للدخول هنا لأن تور أ 3 تور سي 8 تور بي 3 يعني هذا إذا تور اف 8 وينتظر ماذا سيسفر عنه هذه المقابلة إذا هنا لاحظنا أنه ربما الحصان هناك إشباع بالنسبة للحصان وللسيدوي كفاليي سيدوي تور اويت يعني هو ربما يقول ان هناك تعادل روا جي ان تور محمية بدق تور اويت دائما تور اويت روا اف ان تور اويت تور اف اف 3 لان الروا
اخذ هذ الخانتين ديال الحصان حتى لا يمكن التحرك، ثم هذا التور اخذت هذ الخانه وهذه الخانه. نلاحظ ان هذا الحصان لفتح المجال للعب بهذ التور، ربما سيقوم بساكريفيس او شي حاجه من القبيل. اذا قلنا تور اف اف 3 تور او 8 تور او 8 كافالي او 4 ويريد مراوغه الاسود شيئا ما. كافالي او 3 فو تور اف 8 كافالي اف 5 عاود مره اخرى تور او 8 تور بي 5 الاسود على انه يجب تحريك الملك بهذه الطريقه. روا اسات بي 4 لاحظوا بي 4 كيف انه 3 مع 3 يعني دائما هناك ضغط على احد البياضيق ثم يضرب باي شيك. كان المفروض يعني بي 4 لاحظوا لاتور روعة اللاعب ان كيف قام بهذا التضحية اللي غادي تعطيه مرة اخرى الاكلة ديالها فيما بعد. ا برومبي يعني فتح لي مجال قال له ناخذ بهذه الطريقة. إذن هناك بيضاقين سيأخذهما بعد. لاحظوا هنا كيف سوف يعالج أفاي تور بيويتس. هنا يأكل ثم يأكل وفي محاصرة لأنه البياضيق عنده زوج بياضيق قد يكون أفونسي. هنا التور استراتيجية ديال الأبيض ذاهبة في منحة جيد تور بي 8 تور بي 3 لاحظوا لم يستعجل. لماذا؟ لأنه الأسود الأبيض خطط لنقلة جيدة بوجود الملك من هذه الناحية. لاحظوا الملك كان في هذه النقطة ثم جاء هنا ثم جاء هنا لمنع كما قلنا بعدم وجود الحصان بهذه الطريقة. إذن هذا هو الهدف من وجود الملك، زحف الملك الى هنا لمنع هذا الركاز للحصان. نلاحظوا استراتيجيه ديال الابيض كيف كانت منذ البدايه. اذا لاتور وجودها هنا هنا عدم الاستعجال، لان الاستعجال يعني يؤثر سلبا على اللاعب. لانه لماذا؟ لان في هذه الحاله ممكن يأخذ بهذا التور ثم يأخذ بهذا البيضق ثم هذا البيضق لا يمكن التحرك له يتحرك، يعني في هذه الحالة يقوم بالتحرك ثم يتبعه بهذه الطريقة يقوم كاتما هنا ويريد الحفاظ على التور في هذا الخانة لأنه يحتاج بالنسبة للبياض. هذا هو المغزى من
وجود لا تور بهذه الطريقة. تور بي 3 تور سي 7 تور سي 7 لماذا؟ لأن تور سي 7 جاءت لحماية هذا البيضة، وهنا جاء دور البيضق أو الحصان هذا البيضق للضغط على التور للتحرك أو الحصان. لماذا؟ لاحظتوا معي كيف أزاح أزيحت هذا لاتور عن هذا الخط، كان دائما يلعب بلاتور، يعني كان دائما يلعب بهذه الطريقة، ثم جاء دور لعب هذا لاتور. تور سي 7 تور بي 1، لماذا تور بي 1؟ لأنه سيأخذ بهذه الطريقة، يقوم بشيك ثم هكذا، ثم يقوم بهذه الطريقة بشيك على سبيل المثال، أو ضغط على هذا الشكل. الأبيض غير مستعجل، أبيض تور دي 7 تور دي 7 تور أ تور بي بي 7 تور بي بي 7 يعني هنا لاحظوا كيف صبح هذا البيضق، هذا مع البيضق مشى، يعني غادي ياكل مشى ثم يجي بلاتور يحمي ثم ياخذ هذا البيضة. لاحظتوا كيف؟ اذا هنا ابلوم. اذا هنا ابلوم بي روا بي ويت تور أ 6 لحماية هذا البيضق في حالة ما إذا أراد أخذ هذا البيضق أنه يجد حماية. فتور دي 8 تور دي 8 تور برون تور برون سي كافالي برون عوض أخذ هذا البيضق، هو أخذ هذا البيضق، كان المفروض أنه يلعب بهذه الطريقة لكان أحسن للضغط على هذا التور، ربما داب هنا ثم خروج بالروا على هذا الشكل، لكن هناك أشياء. إذن حصان كافالي برون اش 3 كافالي برون اش 3 تور سي ا 5 يعني تهديد بالمات الاول الذهاب بهذه المنطقه هذه. اذا تور سي 8 تور سي 8 تور سي 8 سي 5 لاحظوا انه هجوم البياضيق انه سي 5 بي 3 يعني هو الاخر سي 6
رحيد الهجوم ديال بيدوي. في هذه الحالة لاحظوا كيف هناك جوج حالات ديال الماتش، إما إيشيك يأخذ بهذه الطريقة ثم يقوم بإيشيك إيمات، يعني شيء عادي، أو يقوم بإيشيك ثم يعود هنا ثم يقوم بإيشيك إيمات، يعني هذه هو الحالات الممكنة. إذا هنا لاحظتوا كيفاش الأبيض استثمر وجود البياضيق ثلاثة ووجود بيطري للدخول إلى هذا المكان ديال بي 5، من حيث دخل أنه لم يخرج إلا خرج بغنائم جمة أدت إلى انتصار بهذه الطريقة. نلاحظوا بيطري لم تملأ بالبياضيق البيضاء، مثلا هذا البيضاق جاء متأخرا ليساعد لاتور التي كانت بهذه هذا المكان. إذا لاحظوا الأبيض كيف استثمر راي لوبيز هذا الانتصار الجميل جدا. لاحظنا الآن كيف هو المات. إذا شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى إن شاء الله. المرجو منكم الضغط على زر الاشتراك وسبسكرايب حتى يصلكم الجديد لدعم القناة.